شكراً للأخ رئيس مجلس النواب الأردني. مداخلة لرئيس مجلس الشورى في المملكة العربية السعودية معالي الشيخ الدكتور عبد الله آل الشيخ، تفضل. إيضاح للآية الكريمة: رب اجعل هذا بلداً آمناً وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله. هذا في سورة وردت في سورة البقرة في آية رقم 126، ووردت أيضا في سورة إبراهيم: رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. والمقصود بالبلد هي مكة المكرمة. الآية الأخرى: ربي إني أسكنت من ذريتي، أيضا في إبراهيم رقم 35: ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. هو كلها تنص على أنه أن المقصود بها هي مكة المكرمة، بس فقط لمجرد الإيضاح. شكرا. شكرا أخي الرئيس.